والله الاسعار غاليه، يعني سعر اللحم العظم الحولي 12,000 والهبر 15. والله الفقير ما يقدر ياكله، الله شاهد. لحم الغنم 17. شنو سبب هذا الارتفاع؟ والله سبب الارتفاع دعم من الحكومه ماكو، يعني الاعلاف حيل غاليه والرباط يعني يحتار بالعلف ماله، هذا يؤدي الى ارتفاع السوق. يعني اذا الحكومه دعمت العلف هسه الثروه الحيوانيه انقرضت عندنا بالموصل، يعني ماكو دعم. يعني اللي عنده 1000 نعجه عام الاول هسه انا عنده 200 ظلت. سعر اللحم هسه حاليا العظم ب 12 والهبر 15، هبر الحولي، لحم الطلي 17,000. اخبار الناس يعني على اللحوم البيضاء ولا الحمراء؟ والله اكثر شيء على اللحوم البيضاء. الدجاج على اللحم المثروم، لحم هذا لحم المصلحه المخلوط، اي نحن نسميه من المصلحه الدرجه الاولى بسته، المثروم مخلوط يعني، بس مخلوط من هذا اللحم، من هذا ومن هذا بسته الكيلو. يعني الناس تشتري من هذاك طبعا. الدجاج بيش؟ الدجاج الكيلو ب 3000 دينار الكيلو، يطلع مجفف. ايه فهو ياخذ له دجاجه 3-4 كيلوات، لو ياخذ له كيلو لحم احسن فعلا، ياخذ له دجاجتين ب 12,000 اصرف له. يعني ما غالي الاسعار. اللحم الهبر بسبعه، الاخ هذا المثروم باربعه ونص، خمسه وكسر. هندي. هندي ايه. يعني بالعاميه نسمي مصلحه. مصلحه بالضبط، مستورد. ايه. محلي ماكو، محلي السعر غالي شويه ما. اقبال الناس على اقبال الناس شوي اكثر عن المحلي، المحلي غالي. الهبر ب 15 و14 و16، فيجي الناس بوضع هذا الرخيص بسبعه بسته ونص اكو لحم، وعد دجاج شوي اقبال. شلون سعر الدجاج؟ ما غالي، اطلع كيلو ب 3000 دينار تقريبا. فخذ ب 3000 دينار. صدر الدجاج. صدر كيلو وين ب 9، ما غالي يعني. 4.5 الكيلو، اكو نوعيه ب 4.25. هسه حاليا انت تشتري لحوم حمراء ولا لحوم بيضاء؟ لا لحوم بيضاء. شنو السبب؟ الشغل ماكوش، البطالة كثرانة. يعني لابد اللحم غالي؟ ايوه. شو تشتغل حضرتك؟ عامل. اكو شغل يومي؟ لا والله ماكوش. عامل بناء ولا؟ عامل كتف، عامل كتف. ايه. ماكو شغل يومي؟ لا ما. وين الشغل؟ نزل بثمانية، نعزل بالأربعة. ماكو. يومية لو يومية؟ يوم لا. يوم لا.